السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة اللي فريدة من نوعها ديال أسباب موت الأرانب بعد الفطام. كنت في الحلقة اللي فاتت قدمت أسباب موت الأرانب بعد الولادة، يعني بعد الولادة مباشرة. دابا لا، غادي نقدم واحد السبب وهي عبارة عن أسباب ديال موت الأرانب بعد الفطام. أول حاجة نهضروا عليها هي فترة هذه الفترة ديال الفطام. التعريف ديالها هو هي فترة الفطام، وهي فترة ما بعد الفطام، هي الفترة التي تبدأ بعد الفطام بحوالي 35 يوم وحتى بلوغ صغار الأرانب 90 يوم، يعني منين يوصلوا 3 شهور راه هذه كلها كتعتبر فترة ديال بعد الفطام، حيث تبلغ نسبة موت الأرانب حوالي 13% من الموارد. يعني كاين اللي كتكون عادية، كاين اللي كيتصابوا بأمراض، كاين اللي حنايا كنقدروا أننا نعاديهم. لذا غادي نهضروا على صدمة الفطام، وهو هي أقصى يعني أقصى يعني حاجة نقدروا نهضروا عليها، وهي صدمة الفطام اللي كدو القسوه اللي كنعطيوها للارانب دي الصغار، اننا ملي كنفطموهم على يعني الام ديالهم. صدمه الفطام وهو ان حرمان الصغار من امهاتها قد يؤدي الى موتها، ولتجنب هذه المشكله يمكن توفير 50 غرام من الاعلاف الغنيه بالالياف في الاسبوع الاول بعد الفطام، وذلك لتجنب الإصابة بالإسهال. هنا الصغار بزاف كيتصابوا يعني بعد الفطام، يعني في ديك الفترة ديال الفطام كيتصابوا أكثرية إما الانتفاخات إما الإسهال. حنا دابا نهضروا على الإسهال، خاصنا نوفروا لهم واحد التغذية تقريبا 50 غرام من الأعلاف يعني بشكل يومي للواحد الغني بالألياف، هذا الشيء في الأسبوع الأول بعد الفطام. كاينه قضيه واحده اخرى وهي العطش، حيث ان صغار الارانب بعد الفطام ما كيعرفوش مصدر المياه فين كاين. خطرات كاين اللي كيكون داير غطاسات بحال هكا، كاين اللي كيدير الشرابات كيف ما راني داير هكا. هذوك الصغار اما الى بعدتي عليهم الماء مشكل، الى ما عرفوش المصدر ديالو يعني بقاو بالعطش سمو كيوقع لهم، كيبقاو يقلبوا في القفص ما كيلقاوش كيؤدي داك الشيء الى شعورهم بالعطش الشديد والموت المفاجئ. هذا من جهه. كاينه قضيه اخرى وهي الاصابه بالميكروبات اللاهوائيه التي تسبب في افراز السموم وضعف الجهاز المناعي واضطرابات الامعاء والإصابة بالإسهال. كاينه قضية أخرى وهي إصابة صغار الأرانب بالطفيليات مثل الكوكسيديا، هذه معروفة، التي تؤدي إلى تآكل الأغشية المخاطية للأمعاء، مما يسبب الإصابة بالإسهال الشديد. وهذا أقبح حاجة عند 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 هاد في هذه الفترة هذه بالنسبة للصغار، وهو ذاك الإسهال الشديد، يعني كيوليو يعني كينقصوا الصحة ديالهم، كيولي الأرنب هزيل ما كيبقيش ياكل. المهم هو كنسميوه الإسهال الشديد، وبعد مباشرة أمور هذا الإسهال الشديد لا قدر الله كيموت الصغير. هذا من جهة. من جهة أخرى كاين التسمم الفطري الذي تصاب به الأرانب بسبب تناول أعلاف مخزنة بطريقة غير مناسبة، تاهي يعني بالنسبة للسكريم إلا مشات ما تخزنش مزيان سمو كيوقع كيوقع أنه كي 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 يتولد فيه واحد نوع من وكينمو بواحد الشكل يعني مفاجئ في في كي 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 كينمو فيه واحد الفطريات وطحالب في وسط هذاك السكاليم اللي نتوما كتقدموا للارانب ديالكم.
كاين هذا من جهه، كاين من جهه اخرى كاين سوء التهويه اللي ديما كنهضر عليه، سوء التهويه ما تخنقوش الارانب ديالكم. لاش كيؤدي هذا سوء التهويه؟ كيؤدي الى زياده في الرطوبه في الغرفه ديال تربيه الارانب. يعني ضروري انكم تهويو هذا الارانب ديالكم بواحد الطريقه، يعني ماشي غير كوروندير كما كيقولوا، لا، حاولوا انكم تهويوهم بواحد الطريقه تقدروا تخليهم، يعني الا ما خفتوش عليهم من البرد، انكم تخليهم يعني من ربعة الجهات مفتوح الكاج، ماشي مشكل، باش يتهواو مزيان. الا ما هويتوهمش مزيان سمو كيوقع كتزاد الرطوبه وكيتنتج عليها الاصابه بالزكام ونزلات البرد، مما يؤدي الى الاصابه بالالتهاب الرئوي، واخيرا كيموتوا الارانب لان ما هويتوهمش مزيان، كيتصابوا بواحد النوع من الامراض بسبب سوء ديال التهويه. اذا هذه الحلقه ديالنا هذا النهار كنظن انها نالت اعجاب ديالكم. الناس اللي مازالكم ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.